البسكوت. البسكوت اللي احنا قلنا عبارة عن ايه؟ كوباية من السكر، اول 2 بيضة، يعني احفظوا بقى المقادير مع الشغل. 2 بيضة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني، 2 بيضة، بشر البرتقال، شوية فانيليا. ده ايه ده؟ ده الفانيليا، مش مهم فانيليا اصلا، كفايه بشر البرتقال. خلاص ماشي، هقلب المنطقه. ممكن نحط، ممكن ما نحطش على فكره فانيليا، يعني ممكن نحط مع بشر البرتقال فانيليا، ممكن لا، ايه برتقال، بشر البرتقال كفايه قوي. تمام، يبقى 2 بيضه، بشر البرتقال، حط معلقه صغيره، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر البودره، كوبايه من السكر البودره، بسم الله الرحمن الرحيم، اطريهم بشويه من عصير البرتقال، مش هحط كتير. وبعد كده احط بقى الدقيق واشوف هيعوز مني عصير برتقال تاني قد ايه، خلاص عشان ما تطلعش سايحه معايا. انا بس ادوب دول كده كلهم مع بعض، اشيل دي طبعا، العجينه هتتقل معايا فلازم تبقى بمعلقه. احط 3 كوبايات الدقيق، معلقه بيكنج باودر صغيره، رشه الملح، واقلب ده كله مع بعضه. بسيطة جدا، ادخلها بقى الفرن. تمام، واروح ايه، بصوا بتبقى بالشكل ده.